اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، حييكم من القناه الرياضيه في تلفزيون دوله الكويت ومن برنامجنا وبرنامجكم استديو الرياضه. هذا البرنامج اللي عودناكم خلال سنتين متكاملين ما شاء الله كنا نلتقي معاكم من يوم الاحد ليوم الخميس. اتوقع ان راح تكون هذه اخر ايام هذا البرنامج، وان شاء الله راح يدشون برامج اخرى ويستمتعون في الزملاء في هذا البرنامج. طبعا استديو الرياضه برنامج بمثابه قلعه جميلة رياضية فيها إبداع، فيها تميز، فيها نجوم، فيها أبطال، فيها مبدعين، فيها كل من رفع علم دولة الكويت بالكويت ولا بالمحافل الدولية راح يكون معانا في استديو رياضة. أيام معدودة يا أبو فواز، نقول لك صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير يا وصباحكم الله بالخير، وإحنا سعداء نجدد التحية معاكم ومن خلال هذا البرنامج اللي استمرينا وياكم نفس ما قال أخوي عبد الله، يعني على مدى سنتين إحنا نلتقي وياكم إحنا وزملائنا في هذا البرنامج كل يوم الصبح وأحيانا العصر وفي رمضان، ولكن هناك طبعا الخير والبركة في زملائنا وبرامج أخرى، والتجديد والتطوير مهم جدا. نعم. إن إحنا نكون دائما مواكبين مع القنوات الأخرى، ويكون هناك فرص أيضا لزملائنا أنهم يتواصلون ويشاركون معاكم في الميدان الإعلامي، وإحنا معاكم في السوشيال ميديا وموجودين معاكم في برامج أخرى نكون متواصلين وياكم. ولكن هذا البرنامج وفريق العمل خلف الشاشة، يعني واللي خلف الكاميرات، يقدمون لكم أجمل تحية وباقة ورد، وبعضهم من يستمر وياكم وبعضهم من يكون يعني في برامج أخرى. يعني بصراحة أنا أسعدني، يعني بعيدا عن زملائي وعن فريق العمل، اللي أسعدني وأفرح قلبي في مقابلاتي مع أبطال وبطلات الكويت من خلال هذا البرنامج، اللي أسعدني وجعل النياشين على صدري وأنا يعني ألتقي فيهم. واليوم في حلقتنا ثلاث ضيوف وكلهم إن شاء الله أبطال، في منهم بطل في الرماية، وفي منهم بطل في الإعلام، وفي منهم بطل في ألعاب أخرى. إن شاء الله راح يكون في مساحتنا الحوارية اليوم ثلاث مساحات حوارية راح نستمتع معاه في خلال هذا البرنامج المتميز استديو الرياضة. بنروح حق فقرة بوست وراح نرجع نتواصل مع ضيوفنا اللي بينورونا ويشرفونا. إقامة منافسات دوري بلو بمشاركة جميع الأندية. شهدت لائحة المسابقات مضاعفة العقوبات المالية على الأندية المنسحبة من بطولات المراحل السنية من السن العام حتى الأشبال. بات في حكم المؤكد مشاركة جميع الأندية في دوري بلو تحت 23 سنة، الذي سيتم تحديد موعد انطلاق نسخته الأولى في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025. جاء ذلك بعد أن قررت إدارة المسابقات مشاركة نادي برغان في دوري بلو مع انسحابه مع دوري الشباب بعد عقد اجتماع مع مسؤولي النادي. سلة الكويت تلتقي قطر في آسيوية الشباب. تقام اليوم مباراتان في منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة في منطقة الخليج، بحيث يلتقي في الساعة 7:30 مساء منتخب الكويت مع نظير القطري على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي، التي تشهد أيضا في الساعة 5 مساء مواجهة تجمع المنتخبين السعودي وشقيقة البحريني. وكانت التصفيات قد انطلقت مساء أمس بمواجهتين، الأولى جماعة السعودية مع عمان في مجمعة المباراة الثانية الأزرق مع نظير البحريني، ويتأهل الأول والثاني في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا التي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من الثاني حتى العاشر من سبتمبر المقبل. العربي يلتقي إيرباسبور والقادسية يواجه أحد. قبل نحو 10 أيام على انطلاق دوري زين الممتاز في 8 أغسطس المقبل،
كثفت الفرق مبارياتها الودية في معسكرات الخارجية نظراً لضيق الوقت، وذلك للوقوف على الجانبين الفني والبدني للاعبين قبل الدخول في مرحلة الجد. وفي معسكر العربي في تركيا سيخوض الفريق ثاني مباريات الودية اليوم أمام فريق إرباسبور التركي بعدما تعادل مع أراز الأذربيجاني بنتيجة 0-0 في أولى مبارياته، على أن يخوض ودية ثالثة قبل العودة إلى الكويت في 3 أغسطس المقبل. ميشا للأنباء: السالمية يحتاج الكثير من العمل. أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي إنتي ميشا إن السماوي ينتظر الكثير خلال الأيام القليلة القادمة للوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز. وقال ميشا في تصريح للأنباء: فعلنا كل شيء تقريبا في المعسكر التدريبي بالبوسنة، تدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وبتعاون اللاعبين تمكننا من رفع الحمل البدني إلى مستويات جيدة بفضل الأجواء المناسبة، ولعبنا مبارتين وديتين فقط، وكنا نرغب بمباريات أكثر مع فرق ذات جودة فنية أعلى، ولكن ذلك لم يكن متاحا للأسف. نجدد لكم تحية أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم استديو رياضة، والحديث عن الصحافة الرياضية الكويتية والخليجية والعربية والعالمية. لازم يكون معاك صحفي متميز، أنا أسمي صاحبي العالمي أحمد الشمري. حيا الله من يانا ونور مكاننا يا أخوي. الله حييك وجيك، صبحك الله بالنور أبو أحمد. شكرا على المقدمة وشكرا على الإطراء، وشيء مو غريب عليك، وبالعكس أنت أحد الزملاء والأخوان اللي دائما بصراحة متعنا ويدخل علينا الأسئلة الصعبة. مسي عليك وصبح عليك عفوا، وعلى أخواننا خلف الكواليس وأيضا المشاهدين. إن شاء الله تكون حلقة مميزة يا رب إن شاء الله. واليوم ما شاء الله حلقة ثرية، فيها إعلام متميز وفيها بطل متميز، وفيها طبعا من مملكة البحرين الحبيبة الشقيقة، يعني أخونا علي، يعني الله يعطيه الصحة والعافية ويقوي يا رب. في البداية ببدي معك طبعا رأيك بمضاعفات يعني العقوبات على الأندية المنسحبة في الدوري بلو. أولا خلنا نرحب مثل ما قلت طبعا البطل العالمي الطرقي، وأيضا أخونا، وهو بالعكس يعني مو غريب أخونا أيضا البحريني علي، فسأل مبارك وحياهم الله، ومو غريب على برامجنا في الأمانة، ولا على أيضا وزارتنا دائما تجذب أو أن الأصح تقدم الدعوات إلى المميزين في الأمانة في الرياضة عندنا. دوري وهو دوري 23 سنة، هذا قصته قصة دوري بلو، لأن كونك أنت تبي تروح إلى الاحتراف الكامل راح تأخذ سلم درجة درجة حلو يقولون. فبعض الأندية ما عندهم، أضرب لك مثال بسيط تفضل، وهذا خبر حصري جميل حب الحصري يعني. نعم، خبر الحصري أنه 80-90% انسحاب نادي برقان من الدوري هذا، لأنه راح يلعب فريق 19. نعم. واحدة من ثنتين، يا أنه يكنسل فريق 19. نعم. ويلعب 23 راح يأثر على فريق 17 اللي هو كان من الأربعة أو عفوا من الستة المنافسين الأغوياء في دوري 17. جميل. لاعب فريق 17 ما يصعد درجه اولى، ما يصعد درجه اولى، او بالاصح انه ما راح يروح ل 23. نعم. فريق 17 يروح الى 19. نعم. فيقول لك انا افضل لمصلحه اللاعب ولمصلحه الكره الكويتيه اني انا اوفر لاعبين متواجدين عندي وهم ابناء اللاعبين المستقبل ونجوم المستقبل الكره الكويتيه. جميل. هذا اللي أنا قاعد أشوفه على الساحة الرياضية وخاصة عن دوري بلو. جميل. فأنا أشوف أنه هو أيضا قرار ترى سليم، ما أقول لك لا، والعذر أنا ما أتعذر نادي برقان باحترامي لهم، وأيضا الأخ أنور زيد العتيبي أنه رئيس النادي مع أخوانه بالمجلس يقول لك أنا ما عندي مقر. نعم. أنا ترى تواصلت معهم للعلم يعني.
قلت انا سمعت ان انت تبي تنسحب، قال انا انسحب او ما انسحب هني راح ندرس الامر. انا ما اقدر اني اكون عندي فريق او اشكل فريق 23 و19. صحيح. يقول انا ما عندي ملعب وانا عندي في ازمه. نعم. وانا ان شاء الله باذن الله انهم راح يوفرون لي ان يعطونا ارض، يبنون لنا نادي، يعطونا ايضا لاجل ان نكون حالنا حال الانديه الاخرى باذن الله. في طبعا هناك نادي الجهره. نعم. لا ننسى، في اكثر من يمكن ناديين ثلاث. انا اشوف بالعكس فكره ممتازه. نعم. انا احييها في الامانه الفكره هذه. دوري بلو انه يعطي مجال للاعبين المحليين. نعم. انهم يبرزون اكثر واكثر، وهذا تصب لمصلحه المنتخب الكويتي. اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. اللهم امين. بوديك حق كره السله. طبعا منتخب الكويت ما شاء الله اليوم راح يواجه نظيره القطري في للشباب. طبعا شلون شايف المباراه؟ شلون راح تكون ان شاء الله؟ البطوله للعلم بطوله مغامره عندنا، وانا عبر برنامجنا طالب الجمهور الكويتي في الحضور في الأمانة ومؤازرة المنتخب الشباب الكويت لكرة السلة. استهل. لأن هذه البطولة الخليج اللي تأهلك دايركت إلى آسيا. نعم. أنت فزت على البحرين، والبحرين مهيئ. نعم. وفزت عليه فارق ونقاط وبصراحة كبيرة، تقريبا فوق 10 نقاط فزت على البحرين. نعم. فأنت أمامك اليوم شنو؟ أمامك خطر، خطر صعب جدا. ومن من في الأمانة من السنوات هذه الماضية اللي هو سيد. نعم. ومتسيد في كرة السلة. فالكويت طبعا يصعدون 2 دايركت إلى آسيا موجود. الكويت أن اليوم فاز هو صعب، أنا أشوف أن الفوز، ولكن بإذن الله أن قد وقدود عيالنا الاتحاد السلة نحييهم في الأمانة، وهذا الشيء إنجاز راح يصب في الأمانة لمجلس إدارة الاتحاد السلة برئاسة أخونا طاري البرجس. نعم. ونقول لهم عساكم على القوة. طبعا النجوم عندنا نجوم ترى في منتخبنا الشباب اللي هو عادل السعيد، عندنا أيضا حمزة أسد الله، عندنا مجموعة لاعبين وخامات عندنا ترى ممتازة جدا في كرة السلة. اليوم الكويت إن فاز دايركت نقول مبروك آسيا. نعم. لا سمح الله إن خسر، إيه؟ عنده مباراة أمام السعودية هي آخر مباراة. حلو. خلاص الكويت يبي له فوز. ان فاز الكويت. نعم. مبروك آسيا باذن الله. دايركت. ونتمنى ونقول لهم عساكم على القوه، وما قصرتوا جميعا طبعا بقياده للعلم المدرب يقودهم مدرب البحريني، وايضا مساعده مدرب الوطني اللي هو خالد القلاف، طبعا رمضان البحريني وخالد القلاف اللي هو المدرب الوطني. عساكم على القوه، وهذا تصب ايضا للسيفي مالكم، وايضا يكون انجاز لكم كمدربين في الأمانة وطنيين. احنا نحييكم على الأمر هذا، واحنا مشتاقين ان نشوف دائما قد ودود عيالنا يكونون في البطولات الخارجية. الله. اللي هي آسيا والعالمية. يا رب الله يوفقهم ان شاء الله ويسعدهم ويثرون الساحة الرياضية ويستمتع فيها كل من يحب كرة السلة الكويتية. وديك حق نادي العربي يواجه إيباسر الأمانة في ثانية ودياته تمهيدية طبعا للموسم الجديد. استعدادات نادي العربي، رايك في هذا الأمر؟ أنا أشوف أن معسكر نادي العربي معسكر مو ذاك القوة حسب أني أنا المتابع في الأمانة. هذا المباراة ستكون لها المباراة ليس الثالثة، لا أتوقع أن الرابعة، لأنه لعب أيضا مع الخلود السعودي ولعب مع أوزبكستان ولعب مع طبعا الفرق، والآن الفرق التركية. أنا أشوف أنه كان من الأفضل أن يكون أقوى، ولكن بالعكس دائما المعسكرات هي تصب لمصلحة الفريق. المعسكرات هي اللي مثل ما يقولون ان المدرب ياخذ ايضا الكثير من الراحة، انه يختار اللاعبين منهم يكونون الاساسيين، يشوف خطة اللي الخطط اللي راح تنفع الفريق، او انه بالاصح راح تصب لمصلحة الفريق. لديهم الكثير العرباوية طبعا يبحثون عن بطولة، وخاصة الدوري، والجمهور العرباوي يقول لك أنا مشتاق في الأمانة. وأيضا لا تنسى أن العربي بعد ما كان هو الزعيم الكرة الكويتية في البطولة في الدوري الأكثر تحقيق فوزا، اليوم خطف جاء القادسية منه، خطف العدد الأكثر صار، ومن ثم جاء نادي الكويت وخطف العدد الأكثر وصار هو الأكثر فوزا بالدوري. ف
ايضا العرباويه وجمهور ترى ما يرحم العرباويه في الامانه والله يخوف، فهم يطالبون ان اعاده فريقهم النادي العربي على اللي هو يكون رقم الصعب في الدوري الكويتي. انا اشوف ان المدرب بالمعسكر العربي ما اعتقد انه قصر ولا قصر اللاعبين، ولكن انا شفت انه تعادلوا واعتقد مرتين تعادلوا. وأشوف العربي يعني المفروض انه يكون افضل من الامر هذا، والتوفيق لهم ان شاء الله. عموما هي مباراه وديه ابو فهد، يعني الامور طيبه ان شاء الله لمصلحه الفريق. أيوة مباراه وديه، اهم شيء انك تبتعد عن الاصابات. ايوه هذا اللي انا اقوله دائما، شيء مهم انه يرجعون اللاعبين بالمعسكر يكون اصاباتهم قليله او ان شاء الله ما يكون عندهم اصابات. بوديك حق السالميه وميشا مدرب السالميه، طبعا يؤكد ان الفريق بحاجه للكثير من العمل، هذا شيء يخوف. شوفوا يقول السالميه، انا دائما اقول السالميه وما ادراك ما السالميه. خلينا نتكلم بالواقع، نادي السالميه اللي هو فعلا قريب للكره الكويتيه ويشاهد الكره الكويتيه ويتابع بكثافه ان كان من الاعلاميين المحليين او الخليجيين او العرب، انه نادي السالميه تلقاه دائما في بدايه الدوري منافس. متى يصير عنده دروب؟ في نص الموسم. في نص الموسم دائما السالميه سبحان الله عقدته في نص الموسم او القسم الثاني يكون هناك دروب قوي عنده. انا اشوف انه في شغل من مجلس الاداره، وهذا ليس كلام مجامله. انا اعطي الحق في الامانه، هذه امانه عندنا احنا كاعلاميين كنقاد رياضيين، لابد ان نوصل الكلمه الحق ونقول ان اليوم ان المجلس هذا يشتغل او ما يشتغل. لا يشتغل، وفي الامانه مو مقصرين في فريقهم. احنا شفنا والموسم هذا للعلم ضموا ايضا عند المغربي يونس تجاري، وايضا تونسي ضم معاهم اللي هو اللواتي، هذول راح يكون يصبون لمصلحه الفريق، من مصلحتهم ان يكثفون المباريات الوديه. لا ننسى احد اللاعبين المميزين في الكره الكويتيه انضم ايضا هذا الموسم الى نادي السالميه، وهذا من مصلحه نادي السالميه اللي هو سيف الحشان. الله سيف الحشان، هذا اللي تسميه الموسيقار، تسميه المهندس، تسميه الرسام، في الأمانة لاعب مبهر جدا. أيوة. ومكسب لأي فريق يتواجد فيه سيف العشان. نعم. أيضا لا ننسى لاعب نادي العربي السابق عيسى وليد. نعم. هذا اللاعب أنا بالنسبة لي أقول مميز، عيسى وليد أيضا انضم إلى السالمية. نعم. السالمية اليوم عنده أيضا الفضلي من الحراس المميزين الموجودين، اليوم ضم معه علي فاضل في الأمانة قاعد يقدم مستويات طيبة، وهذا كله مكسب لنادي السالمية. أتمنى، وأيضا لا ننسى خلنا نعطيهم حقهم، نادي السالمية يمكن الحظ ما وفقهم أن يكونهم يمكن أكثر الفرق اللي وصلت خلال السنوات الماضية هذه إلى نهايات، خاصة كأس الأمير، يعني يمكن لعب مبارتين أو ثلاث نهائيات خلال الفترة السابقة هذه السنوات القليلة. أيضا هذا التاريخ وهذا اللي يشهد النادي السالمية. أنا أشوف أن لهم عمل جبار، لهم عمل يتعبون فيه، فنتمنى التوفيق لهم وجميع الفرق، خاصة فهد أن نادي السالمية نادي بطولات، الله يعطيهم الصحة والعافية. نعم. ونتمنى لهم التوفيق، ونجوم كثار، ونجوم أبناء العصفور، محبوب جمعة. أيوة. نروح الكثير. نعم. نعم. الكثير نروح. نعم. عبد الواحد الرشود. نعم. مميز عيال عبد النبي، عادل عيال عبد النبي عفوا اي والله يا عيال عبد النبي الابطال، يعني يعني حسين الخضري. نعم. عشان لا يزعل علينا الدكتور بعد يقول ليش ما قلته، واجد منهم يعني. نعم. البريتشي. نعم. علي عبد الرضا. نعم. نعم. يعني احنا لو نبي نعد صحيح. وبعدين تعال على نسيت جاسم الهويدي وبشار عبد الله. الله يعني بالامانه نادي السالميه بحد ذاته هو اللي يتكلم عن نفسه. اي نعم. مو ناقصه الا البطوله. نعم. الله يوفقك ان شاء الله. اي والله ويوفقك يا رب، وشكرا على وجودك معنا، اسال الله يحفظك ويسعدك دائما، تعطينا المعلومات الجميله اللي تثري الرياضيين وكل من مهتم في الرياضه المحليه والعالميه. انا الله. اكثر والله جزاك خير ابو احمد، وبيض الله وجهك، وسعدت في هذا الحلقه. وجهك ابيض، اسال الله يحفظك يا رب. ونروح ياكم اعزائي المشاهدين حق هذا التغريد، يتكلم عن بطل ابطال العالم الله يعطيه الصحه والعافيه الكابتن المتميز عبد الله الطرقي، وهذا التقرير يتكلم عن الرمايه، وراح نرجع مع العزيز فيصل رشيد، وان شاء الله راح تسمعون سوالف حلوه وتثري الساحه الرياضيه خاصه في الرمايه.
انطلقت منافسات تصفيات مسابقة تراب في إقليم أندر وسط فرنسا يوم أمس، وذلك بمشاركة بطل الرماية الكويتي خالد المضافة ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واحتل المضف المركز 16 في النتيجة الإجمالية من المرحلة الأولى من التصفيات المقامة في مركز شاتورو للرماية، بعد أن تمكن من إصابة 72 طبقا من أصل 75 بواقع 24 طبقا في الجولة الأولى و25 في الجولة الثانية و23 في الجولة الثالثة. ومن المقرر أن تستكمل المرحلة الثانية من التصفيات اليوم على جولتين من 50 طبقا لتصبح 5 جولات بإجمالي 125 طبقا يتحدد من خلالها الرماة الستة المتأهلون للمرحلة النهائية من أصل 30 راميا شاركوا في هذه المسابقة. وتعد تلك المشاركة الرابعة للمضف في تاريخ الأولمبياد بعد مشاركاته في أعوام 2000 و2004 و2016، محققا أفضل نتيجة له بحيازته المركز الرابع في أولمبياد سيدني 2000. نستمر وياكم في برنامج استوديو الرياضة، ويعني هذه فرصة جميلة وذهبية وبرونزية، يعني صحيح وهذا لقب يعني أتشرف فيه لما يقولون فيصل عاشق للأبطال، واليوم أنا عندي بطل من الأبطال يعني سنة 2000 و2004 و2008 و2012 و2016، رغم الحرمان الرياضي اللي الكويت مرت فيه وشارك مع الأبطال المستقلين، و2020 واليوم معاي، يعني هذا شرف لنا ونجم من نجوم سماء الرياضة العالمية، نجم ترك بصمة كبيرة، ترك اسم دائما، يعني لما نذكر هذه اللعبة ونذكر الرماية نستذكر اسمه، ودائما يطري في بالنا ودائما يكون هو الأول والقدوة والمحفز للشباب والرياضيين اللي من بعده. رحب فيه باسمكم أخونا عبد الله الطرقي، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير ورضا، أنا سعيد إني أكون وياك. بارك الله فيك، طول عمرك. يعني في بداية قبل خلف الكواليس ما يعني قعدت وياك وكذا بسرعة كنت مستعجل، ولكن كنت وايد مستانس وسعيد إني أنا أكون وياك. بارك الله فيك، لي الشرف الله. إحنا سعداء إنه يعني 24 سنة من العطاء من الذهبيات والبرونزيات والاجتهاد والإصرار والوقوف أمام كل التحديات. شلون أبدأ ويا أخوي عبد الله الطرقي في هذه الرياضة الجميلة؟ طبعاً هذه الرياضة يعني أخذتها وراثة عن أبوي وجدي، كلهم يحبون الصيد والرماية، فبدأت بهذه الرماية، والحمد لله يعني استثمرت هذه اللعبة ولأرد بعض الجميل لبلدي الكويت، والحمد لله ردينا قليل من هذا العطاء لبلدنا. نعم. ولله الحمد يعني راح نستمر إن شاء الله في المستقبل لأبنائنا أن نرفع علم الكويت إن شاء الله. نعم، دائما نقول إحنا حق المشاهدين أن الرياضات أغلبها الكويتيين يمارسونها أبا عن جد ومن أجدادنا، مثل السباحة ومثل الغوص ومثل الألعاب الشعبية اللي هي فيها الألعاب القوة، وأيضا الرماية وركوب الخيل، هذه كلها أصلا متأصلة فينا يعني. فخلينا نروح أنا وياك إلى باريس، ونبي نتكلم عن باريس وأولمبياد باريس ومشاركة البعثة الكويتية. بالنسبة لمشاركة أخوي خالد اليوم بطولته طبعاً، ونتمنى له كل التوفيق ونتمنى له الخير، وهذا إحنا ندعي له أن الله يوفقه إن شاء الله. آمين يا رب. وكان أمس يعني نتائجه طيبة ومتقدمة جداً، ولكن في آخر لفة كان عنده خطأين هن اللي سببا في الخلل هذا، ولكن إن شاء الله متأملين إن اليوم هذا، واليوم صار عنده باللفة الأولى 24 من 25 كان عنده خطأ، وإن شاء الله في أمل إنه يرمي اللفة الأخيرة
ويخلص النتيجة الكاملة 25 من 25، ثم ننتظر عاد بعدها الرماة الآخرين، إن لأن دائما تكون اللفة الأخيرة هي اللي فيها التنشن. نعم. فيها كل واحد يتنافس على من يدخل الفاينل. نعم. فلما يدخل التنشن ينزل السكورات والأرقام دائما. نعم. فإن شاء الله متأملين الخالد إن شاء الله خير في هذه البطولة. كونك نجم ومحترف في هذه اللعبة وبطل من أبطالها يعني، واسم لامع في سماء الرياضة في الرماية، في هذه الأجواء شنو المطلوب على اللاعب، وشنو المفروض أنه هو يتصرف في على أساس أنه يسيطر على الأجواء هذه وما يكون في تنشن ويكون في توتر؟ طبعا في البداية أنه لازم يكون الشخص عنده خبرة. نعم. ومارس وشارك بطولات أكثر ويملك ثقة في الرماية. لما يملك ثقة في الرمي هني يكون استعداده أكثر وأقوى، ولكن لما يكون استعداده مو صح، احنا نتكلم عن الشهر مثلا. نعم. الشهر ما قبل البطوله ما هو استعداده؟ هل هو ينام مبكر، يستيقظ مبكر، تنتهي مشكله انه ما يصير عنده ارق في يوم والتركيز البطوله، يكون تعب وتركيزه يكون سليم؟ هل هو يحافظ على النظر، ما يعبث بالتليفون ويدش في الامور هذه اللي تاذي النظر؟ الثالثه ما يكون كثير الكلام في أثناء البطولة، يعني في أشياء كثيرة لازم يحرص عليها ما قبل. الأكل لازم يأخذ الأكل اللي ما يكون فيه دهون عالية وتكون مفيدة للجسم وترفع عنده الباور. نعم. القوة في الجسم، فلازم يحافظ على هذولا حتى ما يدش في حالة التنشن. يعني حضرتك تكلمت عن شغلات أنا أمانة يعني من خلال لقاءاتي مع النجوم الرياضيين أمثالك دائما يقولون النوم المبكر، الغذاء، هذا أساسي، عدم الكلام الكثير، التركيز، حتى نوعية الأكل، توقيت الأكل، توقيت الأكل، فعلا هذا له تأثير كبير على اللاعب. لا يصدق أن ترى وصول العالمية ممكن سهل، الإنسان ممكن يوصل العالمية مفاجأة شديدة ولا طلعت معه بطل العالم. نعم. لكن الحفاظ عليها واستمرار فيها هذا يصعب عليه. ليش؟ لأن كثير من الناس ما يحافظ على توقيت أكله، توقيت نومه، توقيت يعني كل الأمور هذه يحافظ عليها. الفحوصات اللي مستمرة كل 6 شهور، أفحص شنو الفيتامينات الناقصة عندي، أعوضها حتى لا يصير عندي خلل في هذه. يعني الناس ما تتوقع يا عبد الله ان يعني ان لاعب الرمايه ممكن يحتاج او ان عنده اساسيات نفس هذه اللي انت تفضلت فيها. لازم حتى الالعاب الجيم والجري وهذا لازم تطبقها. ليش؟ لان لازم تنزل خفقان الغلبه. اذا ما كنت رياضي من تدخل البطوله في اخر لفه دقات قلبك ممكن تطلع بعومك، تصير سريع بعومك. نعم. ايدك تقعد ترجف. ليش؟ ان هذا كله أنت بالأساس ما سويته. فدائما الأبطال اللي نلاحظهم بالدول الآسيوية والأوروبية. نعم. دولة دائما يأسسون اللاعب من البداية إلى النهاية. نعم. التأسيس هو الصحيح، إحنا نفقد التأسيس، ولكن إن شاء الله أن نكون إن شاء الله أنتم الخير والبركة. يعني إن شاء الله أنتم المؤسسين وأنتم قواعد هذه اللعبة يعني. أي، ولكن بعد ما أوقف عن الرماية إن شاء الله راح أبدأ في تأسيس الشباب، ولكن حاليا إن شاء الله عندي إن شاء الله مستقبل أني عندي القوة أني أعطي الكويت بعد إن شاء الله لك طولة العمر بإذن الله. وأكيد من خبرتك يعني الشباب كلهم يحتاجون، وأنت محفز لهم، وخصوصا في تحدياتك للعقبات والصعوبات اللي تحدت دولة الكويت فيها، وهذا يكفي رفع علم الكويت وشرف أن الواحد يوقف على منصات التتويج وهو متحدي كفرد باسم دولة. يعني هذا بحد ذاته أكبر من الذهبية. الحمد لله. وبالذات يعني بالألعاب الأولمبية يعني تحتاج إلى أنك يعني ضروري أنك تبذل قصارى جهدك حتى ترفع علم بلدك. نعم. ليش؟ لأنها كل 4 سنوات مرة، والعدد المتأهل لها عدد قليل منا. نعم. فنحتاج إلى شخص يعني أسسينا من البداية إلى النهاية، شخص له خبرة حتى
ناخذ على الاقل لو مكان للكويت ان شاء الله. ان شاء الله ان نستمر في السنوات القادمه ان شاء الله ونكون ناخذ باذن الله. نبي نتكلم عن تاهل خالد المضاف. نعم خالد المضاف طبعا بطل ويشهد لها التاريخ والميادين، حقق بطل عالم سنة 2002 وحقق بطل كأس عالم سنة 98 وحقق بطولات كثيرة منها وبطولات محلية وشارك في أولمبيات سيدني سنة 2000 ودخل الفاينل بالأولمبيات وخلص تقريبا يعني قريب الميدالية، وشارك في أولمبيات أثينا 2004 وشارك في أولمبيات ريو 2016 وكان غريب جدا من البطولة، وحاليا اليوم هذا هو غريب جدا من البطولة ولكن الأرقام متقاربة جدا. نعم. مطلوب على خالد أنه يحقق 25 بهذه اللفة تكون نتيجة كاملة حتى ننتظر ويدخل الفاينل أو يدخل يسمونه الشطف البراج اللي التعادل كسر التعادل. نعم. فنتمنى له إن شاء الله الخير إنه إن شاء الله يرفع اسم بلده، وهذا أنا أملي فيه كبير. ولكن لازم يعلم الجميع يعني إن هذه أرزاق مقسمة، إذا كان الله مقسمها ومنتهية فممكن ما تأخذ نصيب. الثانية لازم يكون هناك يعني أشخاص مواهب وقوة قلب، لازم يكون قلبك قوي حتى تقاوم تحديات رمات. يعني أبطال أرقام يعني مو سهلة، وبالذات في لعبة السكيت، لعبة السكيت أرقام راح تكون يعني لا تصدق، فتحتاج إلى قلب جامد وخبرة وثقة بالنفس وخبرة لازم. نعم. وقوة في الرمي ومحافظة على قوة البدن بفترة لا تقل عن شهر. طيب الأسماء المشاركة حاليا شنو توقعاتك أو تأملاتك ممكن نوصل إلى المراكز اللي راح نحصل عليها؟ نقدر نحصل عليها إذا استمر الدعم الدائم لنادي الرماية، فإن شاء الله عندنا القدرة في هذه. ولكن احنا نواجه يعني شيء قليل من قلة الدعم والتدريب وغيرها، فنحتاج من الهيئة العامة أن تقوم في دعم نادي الرماية وتفتح له مجال أكثر حتى نبدأ نأسس أجيال للبطولات القادمة. نعم. والأسماء المشاركة في أولمبياد باريس حاليا. الحين الأسماء المشاركة في أولمبياد باريس حنا عندنا خالد توقعاتك. أي توقعاتي لخالد إنه إن شاء الله ولكن الرغم أنا شايفة يعني يعني محتاج أنا ما بي يعني أقول إنه لازم أنا أجيب كذا وهذاك لازم يخسر عشان. نعم. أنا أدش، لا هذه أنا ما أحبها. نعم. أنا أبي أكون أنا دائما بالمقدمة. نعم. عشان وعملي هو اللي يثبت. أنا أبي عملي، ما لي شغل بغيري، ما أتمنى أن أنا لازم أجيب كاملة علامة كاملة وغيري أبي يخسر عشان أنا أدش، فهذا يعني أنا لا أقبلها حتى نكون يعني أتمنى لشخص أو صديق لي في. نعم. العالم أتمنى له أن يخسر، لا أنا أتمنى أن يكون أنا رغمي عالي والتوفيق للجميع إن شاء الله. النتيجة يعني تقريبا خطرة جدا. من هم المنافسين حاليا لفريقنا أو أبنائنا في الأولمبيات؟ إحنا الحين ترتيب الأسماء أو الدول اللي يعني إحنا نخشى أن إحنا يعني معاهم المنافسة ونود أن إحنا نتخطاهم. كل العالم مو لا الأسماء الحالية اللي عندهم أرقام يعني. إيه الأرقام إحنا عندك الإيطالي الحين متقدم 98%. وهذا بطل يعني مشهود له، وعندك الاسترالي وعندك الانجليزي وعندك يعني الصين في واحد، ويعني اعداد كبيره من انحاء العالم كلها. نعم. الحين اللي متقدمين على خالد 14 واحد. 14 اي 14 واحد متقدمين على خالد، احنا نبي 6 يدخلون الفاينل. الحين نبي من ال 14 8 يطيحون، 9 يطيحون مو 8 علشان خالد يدش، فهذه تكون يعني طبعا هي تقصد يطيحون انه يكون في تحدي بالارقام ان خالد يعني يثبت نفسه ينزل وحنا نصعد عليه. نعم. فهذه يعني تكون يعني من الصعب حيل ان الوصول هذه، ولكن عند الله اكبر من ذلك. نتمنى ان شاء الله للخير، واذا ما دخل فاينل كفى ووفى ما قصر بذل الجهد
ولكن لا مو كل مجهد له نصيب على ما قال. وما شاء الله يعني له بصمة هو وما قصر في بطولات كثيرة، ولكن في منافسين أقوياء. يكفي وجوده في الأولمبياد ويكفي تأهله من بطولة العالم، وكان رقمه 124 من 125 كان عنده خطأ واحد، وهذا يكفينا شرف. ولكن النتيجة في هذه تحتاج إلى عدد أكبر حتى تأخذ النتيجة. نعم. لكن لو كان متأهل عندنا مثلا 4 أشخاص يكون أفضل من 2. يعني إحنا عشان نوضح للمشاهدين، عندهم ثقافة كرة القدم هي اللي مسيطرة عليهم، فإحنا اليوم لما نقول إن خالد يعني يمكن ما يتأهل أو قدامه 14، فإحنا نقصد إنه يمكن يكون فيه أرقام بسيطة، نفس السيارات لما يكون فيها أجزاء من الثاني، نقطة واحدة، نقطة واحدة علشان يتخطى. إيه نقطة واحدة بس، لما يكون بطل صعب تصيد النقطة هذه، النقطة ترى مو سهلة. نعم، تشرح لنا إياها شلون النقطة هذه يا أخي. طبق واحد يعني، طبق واحد ممكن يفرق. إيه خالد اليوم رمى 24، يعني لو آخر طبق أخطاء، آخر طبق زيرو، يعني لو حايش آخر طبق كان أملنا كبير إنه يدخل فاينل، يعني كبير عندنا. نعم. عمل كبير يدخل فاينل. نعم. ولكن الطبق هذا راح ينزل يبعده شوي عنهم، فأبعد الحين بال 14. وإذا كمل أعتقد 75 باقي 25 عنده، باقي 25 ننتظر 25 من خالد، ومطلوب على خالد إنه يسكر 25 من 25 يكون علامة كاملة، وننتظر الرمات الثانيين على وعسى أن يكون بينهم تنافس وتنزل الأرقام. نعم. وممكن هذه تصير في كثير من البطولات. نعم. فندعي له إن شاء الله وإن الله يوفقه يرفع اسم بلده إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذا اللي أنا حبيت أوضحه للمشاهدين، أن أحيانا الثقافة يعني الرياضية يقول لك أكيد ملاعب عادل، لا لا لا، هي نفس سيارات سباق سيارات أخوي عبد الله، أجزاء من الثانية لا يذكر، أجزاء من نعم الثانية. نعم. تفرق وتخلي من البرونزية إلى الذهبية. إيه بس إحنا نقول شنو، لو كان مثلا كان ترتيبه مثلا السابع الثامن السابع الثامن ممكن يصير أملنا قريب حيل. نعم. بس 14 قدامك نبي 8 يطلع. إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله أقوى من ذلك، ممكن كل يطلع. والدعاء ونفس ما تفضلت، نتمنى له التوفيق إن شاء الله، نفس ما تفضلت إذا مكتوب للنصيب إن شاء الله. نعم. بيوقف، ومشاركته هي بحد ذاتها إثبات وجود ورفع علم الكويت في هذه يعني المحافل الرياضية، تثبت أن احنا أبناءنا قادرين يوصلون اليوم بعدها، اليوم ما نجح بعدها ينجح، ويكون محفز لمن بعده. نعم نعم. نعم. عندنا اللاعب محمد ديحاني لعبته يلعب تاريخ 2 و3. نعم. إن شاء الله، ولكن هذا أول بطولة شارك فيها في أولمبياد باريس، لكن إن الرجل عنده أرقام، يعني حقق دخل فاينل سنة 23 في كأس العالم وحقق رقم 122. نعم. وكرر هذا الرقم مرة ثانية في أولمبياد، عفوا في بطولة كأس العالم في إيطاليا، وقادر أن يحقق الرقم هذا، وإذا الله بارك فيه إن شاء الله أن يكون يحقق رقم يدخل فاينل، ولا هي بعيدة أن يحقق رامي لأول مرة يدخل الأولمبياد. أتذكر أن سنة 2016 كان معانا رامي إيطالي بعمره جونيور، كان بالجونيور فدخلوه معانا الأولمبياد، ولكن كانت أرقامه عالية قبل لا يدخل الأولمبياد. نعم. فاللي متأهل الأولمبياد نزلوه وحطوا هذا مكانه، كان جونيور يعني عمره أقل من 21. نعم. سنة، فأخذ ذهبية في الأولمبياد. فممكن إن شاء الله لأخوي ولدي محمد إن شاء الله يحقق ميدالية الأولمبياد، وإذا ما حقق تكون هذه إن شاء الله تجهيز وخبرة يكتسبها لوس أنجلوس القادم. نعم. وخبرة يكتسبها ووضع. نعم. اسمه وحفر اسمه في المحافل الرياضية. نعم. أنا سعيد أني التقيت وياك. بارك الله. وأمانة أنت زدت إلى يعني نيشان من نياشين اللي على صدري، اللي أفتخر فيهم من أبنائنا وبناتنا في الكويت، من الأبطال اللي دائما يخلونا يعني لامعين في سماء الرياضة. كل الشكر لك أخوي عبدالله. بارك الله فيك. سعيد في لقائي معك، وإن شاء الله ألتقي معك في بطولات ومحافل وأنت رافع العلم. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بس البدلة حلوة عليك. بارك الله فيك. طول عمرك. دائما في النظارة ونحاول نغلدك إذا رحنا قنص ولا شيء. بارك الله فيك. طول عمرك. حتى إذا واحد رمى وشفناه ما رمى عدل بش دعوة الطرق أنت. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. تسلم. طول عمرك. نستمر وياكم في برنامج استوديو الرياضة، وزميلي عبد الله أبو قماز نكمل وياكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا من فقرة لوكيشن اليوم متواجدين معاكم في تدريب على الجليد اللي هي قائمة عليها الهيئة العامة للرياضة مع نادي الألعاب الشتوية. اليوم طبعا مخصص للنساء وراح يكون كل يوم اثنين عندهم فعاليات الفترة المسائية، الكل يقدر يحضر سواء المقيمين أو المواطنين، فهي فرصة جدا جميلة في أجواء هذه الصيف أن نقدر نستمتع في هذه الأجواء. فاليوم خلونا نشوف اللقاءات وناخذكم في الأجواء هذه الجميلة ونرجع لكم مرة أخرى. طبعا هذه الفعالية بالتعاون بين الهيئة العامة للرياضة ونادي الألعاب الشتوية، كل اثنين احنا نسوي مثل فعاليات على اساس تدريب حق السيدات، حق الاطفال، حق العوائل، ويقدرون يجون يستانسون مع الحار والجو هني، يعني الجو بارد هني، يقدرون يستانسون ومنها يتعلمون، يبون ياخذونها هواية، يبون يستانسون ويروحون، يعني بس ان احنا نعلمهم. يعني هذا التدريب اللي مسوينه اليوم مرتبين الهيئة العامة للرياضة مع نادي الألعاب الشتوية، ورح يكون حق البنات اللي من أعمارهم 13 سنة وأكبر، ونعلمهم مبادئ التزلج على الجليد والبيسكس. والله حبيت اللعبة وسبب نعم زوادة لأن رفيجاتي هم اللي علموني على الجليد، فحيل حبيت إن الهوكي وكل شيء. حلو جميل. إنزين اللعبة هل هي صعبة خطرة نوعا ما كذي ولا سهلة؟ هو صراحة شوية صعبة، أنا أول ما تدش راح يصير فيك إنه ما حتعرف شيء، بس بعدين راح تعرف وراح تتعلم ومن خطوة لخطوة. وجودي لأن هذه اللعبة وايد انشارت وحبيت ألعبها، فجربت وجربت ونفعت معاي. إنزين هل نقدر نقول هي هواية ولا تسلية بالنسبة لك؟ لا هواية. ليش؟ انها تحسها مقوية وشي وناسة. أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا هذه الأجواء الجميلة واخذنا بعض اللقاءات، نكون وصلنا معاكم في ختام فقرة اليوم، وإن شاء الله أن نالت إعجابكم. نشوفكم في الفقرات الأخرى مع نشاطات وعناوين مختلفة. في أمان الله. كل الشكر لزميلنا سلطان الخريج على هذا التغرير الجميل، والشكر موصول لكل من يعمل في نادي الألعاب الشتوية الكويتي على اهتمامهم في الأنشطة الصيفية والأنشطة الرياضية في هذا المكان المتميز. والحديث عن الكرة العالمية لازم يكون معلق متميز، واليوم اللي منورنا من مملكة البحرين الحبيبة اللي يمكن ما في كويتي ما يعشقها، طبعا الكابتن المتميز والمعلق الرياضي علي سعيد. حي الله منيانا ونور مكانا ونورت الكويت كلها، عسى الله يحفظك. اهلا وسهلا، انا ارحب فيك وارحب في السادة المشاهدين، وانا سعيد جدا بتواجدي في هذا الاستديو الجميل وفي دولة الكويت الحبيبة. الساعة المباركة يا أخوي، نورتنا وسعتنا، ونقول لك الحمد لله على السلامة، ونورت الكويت ونورت وزارة الإعلام ونورت استديو الرياضة والقناة الرياضية. الأمانة كل الزملاء فوق يرحبون فيك ويقولون الساعة المباركة وحي الله منيانا ونور مكاننا. الله يسلمكم جميعا. في البداية يعني بحكم أنك يعني مهتم جدا في موضوع التعليق وعلقت في أكثر من بطولة وأكثر من يعني ما شاء الله العديد من البطولات، خاصة يعني نورتنا بالكويت من فترة قريبة وفي كأس سمو الأمير، ويعني بطولات جميلة في الكويت. يعني شو اللي وداك حق موضوع التعليق؟ أولا التعليق هاي من الصغر. نعم. من أيام الثانوية. حلو. أقلد المعلقين الرياضيين. جميل. خصوصا الأستاذ الكبير أبو فيصل علي سعيد الكعبي. نعم. طبعا من البدايات نتابع الدوريات، كانت القنوات مفتوحة. نعم. ونتابع كل الدوريات يعني. فمسألة اللي هي التقليد هي اللي جرتني إلى التعليق. جميل. وبعدين أخذت الخط اللي يناسبني. جميل. أخذت الخط المناسب حق التعليق وتوفقنا الحمد لله. بعد تم اختيارنا من القناة الرياضية في تلفزيون البحرين بعد اختبار بسيط، وتوفقنا يعني في الحصول على شرف التعليق على المباريات. وإحنا الشرف لنا، وإنك أسعدتنا وشرفنا ونورتنا بالكويت، الله يحفظك. إن شاء الله أبي أتكلم عن موضوع يعني شنو أهم المباريات اللي أنت حبيتها وأنت قاعد تتعلق عليها؟ والله في مباريات كثيرة، لكن
المباريات اللي تخص المنتخب البحريني هي اللي تشدك أكثر. نعم. أذكر في مباراة وأنا ذكرتها في مقابلة سابقة، مباراة منتخب البحرين مع منتخب أوزبكستان، كانت نعم. المباراة مقامة في أوزبكستان. نعم. وكانت مباراة مفصلية للتأهل إلى الأدوار النهائية لتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. جميل. كانت المباراة تقريباً عند الدقيقة 94 والنتيجة 0-0. جميل. يعني خلاص منتهية، وكان أمل المنتخب لازم يفوز في المباراة عشان يدش في المنافسة. حلو. تقريباً في الدقيقة 95 صار فاول ونفذ اللاعب الكبير، رحب فيه الكابتن محمود عبد الرحمن. نعم. وسجل الهدف، ولا شعوريا في الاستديو انا يعني بكيت داخل الاستديو، لانه كان يعني موقف مؤثر. اللاعبين كلهم راحوا حق محمود وصارت الفرحه يعني حتى في الاستديو وخارج الاستديو، طلعت الكل فرحان. وهذه مباراه ما انساها طبعا، كانت جدا مفصليه وانا كنت يعني معلق عليها. الله يعطيك الصحه والعافيه. الامانه شنو يعني لك الكابتن الكبير استاذنا الكبير الاعلامي القدير خالد الحربان ابو يوسف؟ بالطبع طبعا ايقونه التعليق في الخليج، هو الاستاذ الاول في الوطن العربي ممكن نطلق عليه. طبعا طريقه التعليق اللي كان فيها الاستاذ يعني اخذ كثير من المعلقين اخذوا هذا الطريق، هذا الاسلوب، هذه الايقونه. وطبعا هو من الأساتذة الكبار اللي رحب فيه طبعا، وكان أنا تلاقيت فيه في بطولة كأس الخليج في البحرين. نعم. أعتقد خليجي 14 في مملكة البحرين، التقيت معه وكان لي الشرف الكبير طبعا تواجد في هذه المسابقة. أسأل حفظك. أنا الأمانة يوم من الأيام تقابلت معه وقابلته، فكان لي يعني أكثر من شرف. الله يعطي الصحة والعافية ويقوي يا رب. وهذه أجمل تحية من برنامج سيد الرياضة نوجهها لك يا عم بو يوسف، ونتمنى أن نشوفك في أقرب وقت إن شاء الله في القناة الرياضية. التعليق ومشاكله، شنو اللي دائما يعني تواجهونه في مثلا، يعني مرات يكون في تعليق الكلمة ما توصل ولكن موجودة هنا، أنت ودك توصلها ولكن خاصة إذا كانت فرحة معينة، خاصة إذا كان مثلا هدف على منتخب البحرين يعني. وأيضا ودي أتكلم عن البطولات الأخيرة اللي تكلمت اللي علقت عليها بالكويت. طبعا المعلق لازم يكون محضر في البداية، يكون محضر للمباراة. جميل. ويكون وقت المباراة طبعا إن المسؤولين أو القائمين على نقل المباراة أن يخبرونك بفترة زمنية معينة حتى تتمكن أنك تحضر الفريقين وتعطيهم حقهم في التعليق. ممتاز. وانا طبعا افضل ان المعلق انه ما يصرح، ايوه ما يصرح انه يميل الى اي فريق. نعم. وهذا يعني هذا واجب عملي يعني. ايوه يسهل له انه هو في بعض الاحيان يعني معلقين يفصحون عن ميولهم، ممكن لان الدوريات يعني غير مهتم بها بشكل كبير يعني. صحيح. ممكن بس في الدوريات الأوروبية صعب يعني، خاصة حين جيل الشباب متعصبين حق فرقهم. فأما إذا كان المعلق غير جاهز للتعليق أعتقد أنه ما راح يدخل المباراة بثقة. نعم. أي فأفضل أن يكون المعلق جاهز للمباراة قبل المباراة تقريبا بيوم واحد حتى يجهز للفريقين. الصعوبات اللي واجهها ما يعني ما من خلال مسيرتي ما وجدت أي صعوبة، بس أنا شخصيا إذا أكون موجود في كابينة التعليق ما أحب أن أحد يدش داخل الكابينة. أكون في حالي داخل الكابينة وأكون مرتاح يعني، طير حر كذي وتكلم على راحتك. صحيح. أساس أنه ما حد. وأصعب المواقف هي مثل ما قلت لك يعني، إذا أنت داش المباراة ومتحمس حق المنتخب وتطلع بنتيجة سلبية. نعم. خصوصا إذا كانت في بداية المباراة فنفسية المعلق شوي تنزل. أيوة تنزل ويأثر على التعليق. أكيد. أكيد. فالأمور ماشية يعني مع كل المباريات الدوري أو المباريات دوري أبطال آسيا اللي علقنا فيها بعد، والأمور ماشية الحمد لله. جميل كابتن. يعني علي انت يعني ما شاء الله في اخر بطوله اعتقد كاس سمو الامير عسى الله يطول في عمره كنت انت المعلق،
فشلون شفت الأجواء الكويتية، المباراة الكويتية، هذه البطولة، يعني سلام الأبطال على يعني حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، عسى الله يحفظه ويطول في عمره، وطبعا واستلام الكأس، شلون عشت الأجواء يعني؟ نعم، أنا كنت تقريبا متواجد في الأدوار التمهيدية والدور الرباعي في المباريات. طبعا الأجواء اللي شفتها خصوصا بعد المباريات، التقاء الجمهورين يعني والمنافسة الإعلامية ما بين الجمهور جدا أبهرني، والقنوات الناقلة، القناة الناقلة، وكذلك القنوات السوشيال ميديا كانت متواجدة بشكل يعني شيء مبهر، يعني من خلال تواجد الجمهور والجهات الإعلامية، يعني هاي شيء مميز جدا، يعني أعجبني في هاي البطولة. وأيضا علقت على مباريات كأس السوبر، هذه أعتقد أنها هي بطولة مستحدثة لزيادة عدد المباريات، وهذا أيضا شيء طيب ينعكس على المستوى المنتخب وكذلك العدد المباريات اللي يلعبها اللاعبين، ويعني كانت أجواء جدا جميلة عشناها في هاي الأيام. الله يعطيك الصحة والعافية. إذا بنقلك من الكويت إلى يعني المباريات الدولية والعربية والعالمية، أو تحديدا من المباريات العربية والأوروبية، شنو فيها فرق، أو هل تلمس أنت في فروقات ما بين التعليق على المباريات العربية والمباريات الأوروبية؟ ما في شك، يعني في فرق بالنسبة حق نطق الأسماء في البداية. نطق الأسماء لازم يكون المعلق ملم بالتشكيلة، على أقل يروح إلى المباراة السابقة للفريق، يشوف الأسماء، يشوف دكة البدلاء، ممكن أي لاعب مصاب غير موجود مثلا موقوف، يشاهد التشكيلة كلها، والأسماء طبعا نطقها جدا مهم، خصوصا إحنا أبنائنا الآن نشوفهم ينطقون الأسماء باحترافية، صحيح. يتابعون السوشيال ميديا وينطقون الأسماء باحترافية، صحيح. فلازم المعلق يكون يعني ملم بالأسماء بشكل كبير، أنا عندي هاي الشيء الأهم. وأيضا رتم المباريات مثل ما نعرف الدوريات الأوروبية رتمها يختلف، وتكون جاهز من البداية للمباراة، والتوفيق من رب العالمين. عسى الله يوفقك وين ما كنت وين ما رحت إن شاء الله. الله يسلمك. نقول أهم مباراة علقت عليها أوروبية. طبعاً أوروبياً مباريات قليلة، ممكن تكون مباريات ودية، خصوصاً في مملكة البحرين كان في نقل بعض المباريات في السنوات الماضية. لكن من أهم المباريات اللي علقتها هي نهائي دوري أبطال آسيا. نهائي دوري أبطال آسيا كانت في سنة 2005. 2005 ما بين الاتحاد السعودي والعين الإماراتي. هذه أهم المباريات، يعني من أكثر المباريات اللي أتذكرها من خلال مشواري في التعليق. جميل. البوديك حق يعني بطولة النخبة وما أدرك ما النخبة، هذه البطولة الجميلة، يعني أول شيء كلمني عنها بشكل عام. يعني طبعا هي بطولة تشمل عدة أندية أوروبية يعني كبيرة مثل مانشستر سيتي وإي سي ميلان، عندنا ريال مدريد وبرشلونة. طبعا من خلال متابعتي للمباريات السابقة لاحظت أنها تتجه إلى الجانب التسويقي بشكل كبير، خصوصا في المباراة الأولى اللي شاهدناها مانشستر سيتي والميلان، الفريقين لعبوا بالطقم الأساسي في الشوط الأول، ولعبوا في الطقم الأساسي الطقم الاحتياطي الثاني في الشوط الثاني، حتى يكون هناك جانب تسويقي أكبر للتيشيرتات. ووصلتني بعض الأخبار إن هاي الشيرتات راح تعرض في مزاد للفريقين، حتى يتم فيها مساعدة أطفال أمريكا. جميل. فهاي الجانب يعني جدا جدا جميل في هذا الجانب اللي هو الجانب التسويقي. جميل. يعني بإذن الله راح تكون في مباريات منقولة على القناة الرياضية. مشكورة الإدارة الرياضية على اهتمامها في هذا الأمر. يعني المباراة الأولى راح تكون ما بين البرشلونة الأسباني ومانشستر سيتي، والمباراة الثانية إن شاء الله راح تكون ما بين ريال مدريد وإسي ميلان الإيطالي. شلون تحضيراتك وتجهيزاتك حق هذه المباراتين؟ طبعا فرق كبيرة ولازم يكون المعلق ملم فيها. نعم. طبعا أنا أحب للأرقام. نعم. للأرقام أخذ الإحصائيات وأشوف الوقت المناسب اللي أذكر فيها النتيجة. مثلا الشوط الأول انتهى 0-0، أذكر المباريات اللي أهم المباريات اللي خرجت بالصفر صفر ما بين الفريقين. نعم.
أو مثلا في سير المباراة نتيجة 1-0. أذكر نتيجة 1-0 آخر مباراة كانت 1-0 ما بين الفريقين متى كانت؟ فالأرقام هي تعطيك مجال أنك يعني تبدع في المباراة من خلال الإحصائيات، من خلال أيضا الأوقات اللي تكون فيها جاب في المباراة، مثلا إصابة لاعب لا سمح الله أو إيقاف لعب معين، تقدر تطعم المباراة بمثل هذه المعلومات. فأنا محب للأرقام يعني الإحصائيات، وهذا يسهل علي التعليق. مثلا المباراة واقفة في حدث معين ما تقدر يعني تقول فيه أي شيء، تحط فيها الأرقام، تحط فيها والمشاهد أيضا يستمتع في مثل هذه المناسبات. صحيح. لا 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 لا، يعني من جانب آخر موضوع التعليق، يعني اليوم لما تتكلم عن التعليق والمباريات وأهمية النقاط اللي المهمة تثري المشاهد ويستمتع فيها، خاصة وقت مثلا الكرة برا الملعب. صحيح. خاصة في الكرة مثلا في ضربة جزاء ولا في فاول، يعني أيضا تذكر مثلا ضربات الجزاء اللي كانت مثلا مهمة لهذا الفريقين. صحيح. يعني خصوصاً كل من أهم النقاط، خصوصاً إحنا في عالم مفتوح. نعم. خلاص عندك التلفون. نعم. وتضغط زر واحدة تطلع لك الركلات الجزاء وتطلع. نعم. وهذا أيضاً مهم للمعلق اللي المبتدئ يتعامل مع وسائل التواصل أثناء المباراة. جميل. هذا أيضاً جداً مهم. وأنا دائماً أفضل الآيباد أحطه قدامي وأفتح صفحة المباراة. الحين خلاص في تطبيقات معينة تعرض لك بالتفصيل الشوط الأول كم نسبة الاستحواذ، على طول تنزل الإحصائية، أنت بإمكانك تستغلها في الشوط الثاني. تذكر الإحصائيات وتثري المباراة مثل هذه المعلومات. جميل. يعني أنت ما شاء الله اليوم نورنا وشرفنا بالكويت وفي استوديو رياضة. جاهز حق المباراتين؟ طبيعي. وين راح يكون مكان التعليق؟ قالوا لي في السالميه. السالميه في استديو. نعم. هو عاده يكون في استديو بث او مباشر. إيه كذا. نعم. يعني الله يعطيك الصحه والعافيه، نورتنا وشرفتنا. سؤال اخير، هل التعليق صعب؟ شنو تقول حق كل من مهتم في هذا الامر ووده يدخل في هذا المجال؟ طبعا اول شيء الشغف. نعم. والموهبه. نعم. هي الامر يعني الاساسي في مثل هذا. وايضا في المرتبه اللي بعدها او يوازيها الصوت، يعني الصوت لازم يكون خامه الصوت لازم تكون مناسبه حق التعليق. وكل مجتهد، انا طبعا احفز طلبه الاعلام. نعم. طلبه الاعلام لازم يدشون في هذا المجال. طلبه الاعلام يعني هم الانسب للدخول، لانهم يتعاملون مع كاميرا، يتعاملون مع مايك، فهم يعني الخامات الابرز للظهور في مجال التعليق. الله يعطيك الصحة والعافية، مشكور وايد على وجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق في جميع حياتك، سواء الرياضية، في التعليق، الحياة الأسرية، في وانت بين اخوانك واهلك في الكويت اكيد. ونورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق في المباراتين ان شاء الله، وتثري المشاهدين في المعلومات الجميلة الرياضية اللي ان شاء الله راح يستمتعون فيها. شكرا على وجودك معنا. شكرا جزيلا، وانا ايضا سعيد بتواجدي معكم في هذا الاستديو الجميل، وتحية لكم وتحية لتلفزيون دولة الكويت الحبيبة، وشكرا لكم. شكرا لك، الله يحفظك ان شاء الله. كل الشكر لضيفنا العزيز علي سعيد من مملكة البحرين، هذا المعلق المتميز، وان شاء الله مبارتين راح تستمتعون في صوته الجميل والهادي اللي انا اسميه للأمانة تلمسته من خلال هذا الحديث. الله يعطيه الصحة والعافية. احنا بكذي وصلنا الى الختام مشاهدينا الكرام، ما يسعني الا نشكركم على حسن المتابعة، واتمنى كل ما تقدم في حلقة اليوم قد حاز على اعجابكم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، على امل ان نلتقي معكم غدا في آخر حلقة في برنامجنا وبرنامجكم السيد رياضة. مع السلامة.